رئيس مصلحة الشؤون أو تدبير الحياة المدرسية، السيد رئيس مكتب الصحة المدرسية، السيدة مديرة مدرسة مولاي عبد السلام، السيدات والسادة مديرات ومديري مؤسسات تعليمية، السيدات أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات تعليمية، السيدة ابتسام الدودي صاحبة بصرية ابتسام، ممثلي وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية، السلام عليكم. باسمي الخاص وباسمي عضوات وأعضاء الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بنيابة إقليم العرائش، وباسمي المتعاونات والمتعاونين الصغار والكبار، أرحب بالسيد النائب الإقليمي الجديد الأستاذ محمد كليل. بنيابة إقليم العرائش، وأتمنى له مسيرة موفقة في تدبير الشأن التربوي بهذا الإقليم. كما أرحب بكل الحاضرات والحاضرين لتلبية دعوة حضور حفل توزيع النظارات الطبية على التلميذات والتلاميذ ضعاف البصر. وأحيي وأوجه تحية خاصة للسيدة مديرة مدرسة مولاي عبد السلام أستاذة نعيمة الرزاني، ومن خلالها إلى كل الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. كما أحيي السيدات والسادة مديرات ومدير المؤسسات التعليمية ومصلحة الحياة المدرسية ومكتب الأنشطة التربوية بالنيابة لدورهم الفعال والرائد في إنجاح أنشطة جمعية تنمية التعاون المدرسي. إن الجمعية كعادتها وبتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم العرائش تنظم اليوم حفل توزيع النظارات الطبية تحت إشراف السيد النائب الإقليمي. وللعلم فإن الجمعية من خلال برنامجها السنوي المعتمد أو المتعدد المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية والتكوينية، تعمل على توسيع قاعدة الاستفادة سواء من طرف متعاونات والمتعاونين الصغار والكبار على السواء. وبناء على ما توصلت إليه الجمعية أو جمعية تنمية التعاون المدرسي من اقتراحات وتوجيهات، عملت على استحضار هذه السنة كتجربة أولى، ويتجلى ذلك في تنظيم قافلة طبية بالمجان لفائدة تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي بالوسط القروي، وتوزعت على 5 دوائر بين القصر الكبير والعرائش. ومن خلال هذه العملية فقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين بالوسط القروي 237 تلميذ وتلميذ، و 172 بحاضرتي القصر الكبير والعرائش. وفي نفس الإطار نظمت جمعية تنمية التعاون المدرسي قافلة تضامنية لدعم التمدرس بمجموعتي مدرسيتين، مجموعة مدارس تازمارت بدائرة العرائش، ومجموعة مدارس صف الطراولة بدائرة القصر الكبير. وتعمل الجمعية جاهدة بتعاون وبتنسيق مع النيابة الإقليمية تفعيل برنامجها السنوي، والذي سيعرف تطورا جديدا يستفيد منه كل المتعاونات والمتعاونين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم. ومن هنا أحييكم باسم جميع أعضاء المكتب الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي.